قد الوفا والجرح ما مات والنار ما رحمت حدا حتى اللي شعل نار والروح عم تصرخ وجع وعيون مليانة طمع خاين والدم الغدر والطبع غدار أستاذ سعيد، أستاذ سالم، أستاذ ناجي، يجوا لعندي على المكتب. حاضر أستاذ. نسرين؟ نعم أستاذ. إمتى رح نفرح فيكي أنت وحازين؟ قريباً إن شاء الله. مبروك سلفا. الله يبارك فيك. إيه؟ متأكد؟ ماشي. نسرين؟ أيوة أستاذ. ملغي لي الاجتماع. حاضر. أهلين أستاذ ياسر، تفضل. استناكم بالصالون. شو جابوا؟ شو جابوا؟ شو ساوي هلا انا؟ انا رح اطلع من هنا. وين؟ صابر صابر. اغلط برا، شيل البطانة، وين رايح وتركني؟ كل شيء تركه برا، كل شيء حجز عنك. لما تعالي انت وياه وفهميه انه ما رح يقدر يهرب من هون قبل ما اشوف.
لا تخلوني ضوج. تعالوا قبل ما مل. ها اتركوا من ايدك. شو هالحلبات؟ انت؟ هي أول مرة بشوف هالبيجامة عليكي، لطيف. شو حلوة؟ شو بتحبوا سميكن؟ ها؟ روميو وجولييت. روميو وجولييت منيح؟ قيس ليلى، قيس ليلى. بيتي يا كلاب. وعلى تختي. مع مين؟ مع رفيقي؟ أنت يا صديقي العزيز الغالي. مبروك مدام ياسمين. مبروك على شو؟ أنت حامل. أنا شو؟ أنت حامل. عن جد عم تحكي دكتور؟ يعني أكيد ما رح أمزح بهيك قصة. يعني أنا رح أجيب بيبي؟ إن شاء الله طالما أنت حامل رح تجيبي بيبي، أو ممكن تجيبي بنت بتطير العائلة، مين بيعرف؟ ما بيهمني ما بيهمني، بنت أو صبي، المهم إنه الله رح يرزقنا بعد هالسنين أنا وزوجي بولد. الحقيقة المدام يعني العلم تطور وأنتوا تعبتوا معنا خطط العلاج، فما في شيء صعب على رب العالمين. الحمد لله دكتور، الحمد لله. شكرا شكرا. يلا بالإذن دكتور. لملوم، شو رقم شرطة الأخلاقية؟ أربعة. شو؟ ولا بلا ما أتصل بالأخلاقية، راح أتصل بالسيد الوالد والست الوالدة والعيلة كلها لحتى يجوا يشوفوا بنتهم المصون شو عم تعمل. أما أنت يا صديقي العزيز فما راح أفضحك قدام العالم، بس رح أتصل تليفون صغير بأميرتك الحلوة ياسمين اللي حفيت لحتى حصلت عليها. خليهم يجي يشوفوا هذا الثنائي الرهيب. على تختي، على تختي يا كلاب. والله رح أقتلك انت وياها. بس لا، حرام حرام هيك اقتل عصفورين عم بيغنوا قصيدة الحب على شجرة الحياة. مو حرام اقتل هيك روميو وجولييت؟ والله التاريخ ما راح يغفر لي هاي الفعل. نو ياسر، خلص بكفي. خلص خلص، اقتلني اقتلني وريحني. خلص ولك انا اذا قضيت هذا المسدس براسك مين راح يقول لي شيء؟ ها راح تموت قطيس، راح تموت موت الكلب وما حدا مسمح عليك. مو انت يا مو انت يا ست الكل. الناس لما يسمعوا شو صار راح يقولوا عليك وعلي رباكي. قلت لي ابو الشباب كيف شفت لي اياها؟ مرة ما شقفه
أنوسة وجمال. إن شاء الله تكوني رفعتي لي راسي قدام رفيقي يا مدام. خلاص ياسر بكفي، خلاص بكفي تهيني، حرام عليك. حرام علي يا حقيرة. قديش تدفعي فيها؟ قديش تدفع مقابل هالدرة الثمينة هاي؟ هاي جوز دانك، هاتو. قديش اطلب فيها منك؟ قديش اطلب يا ياسر؟ ها؟ 25؟ مقضيها بالمكاري او الشباب؟ لك مو فرزنا لك سيارة وعززناك وكرمناك؟ يلا ماشي الحال. انبسطي انبسطي يا ملاكي، هاي لقيتي مين يدفع حقك ويدفعوا كاش. والله وطلعتي عنده غالي يا أم اللول، غالي كتير. سامر سامر وين؟ وين غاطيت؟ كان جاي على بالي إلك إنه أنا حامل. خلص رح تجي تخطبني؟ طبعا رح اجي. شو عم تسلى الحين؟ ايمتى؟ بصراحة بس لحتى اخبر اهلي يجي يخطبوك. حازم صار لك سنة عم تقلي بدي اخبر اهلي يجي يخطبوك. سرين انا خايف انه تردد شوي. خايف ما يقبلوا فيني ما؟ لا مو هيك القصة، بس يعني امي حابة تخطب لي حدا من معارفها. بتعرفي انت الامهات، روح قلبهم يزوجوا اولادهم حدا بيعرفهم. اي حقها. ايه بس وقت تشوفك رح تغير رأيك، لأنه ما رح تلاقي لا أروع ولا أجمل ولا أفقر مني. سرين الفقر مو عيب. يعني أنا بعرف ممكن أهلك ما يعجبوهم هيك. حبيبي وينك لهلا؟ مسي الخير حبيبتي. مسي النور، دقيت لك خير الله اليوم وانت مضلنا شنو ما عم بترد علي، ازعل منها؟ لا لا تزعلي معليش حبيبتي، انا كان عندي اجتماع ما حسيت ترد عليكي. شبك؟ ما فيني شيء، شبني؟ عيونك زعلانه ولا متضايق في شيء؟ لا لا ليكني ها ما في احلى من هيك. ها شو ها؟ عم تجيني مفاجأة؟ تعال 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 يلا غير ثيابك وغسل تعال نعيش سوا. يلا. ما فيني شيء. ما فيني شي، راسي عم يجاني، ماني مريضة. هلأ باخد لي شي حبة. ما بعرف، خلص ببعت الشوفور أو بجي أنا، ما هلأ بشوف. ماشي الله معك. مرحبا يا حلوة، شو ما بدك تعشيني؟ فكري تعشي لحالك والله. لا تعرفي أنا ما بحب أتعشى إلا أنا وياكي. شو عم يعني أنت شو عم يدور براسك؟ شو عم تفكر تعمل؟ فكر تعشى. لا تتبارد علي ياسر، بشرفي واصل معي لهون. ها اوف
بتقدر تعلي صوتك كمان؟ بعلي صوتي، بوطي صوتي، بحكي كيف ما بدي. بيض عيون الله يخليكي. لا ما تقلي شبعت. ها؟ يا حبيبتي شبعت دايما. حبيبي انت صاير معك شي لحتى مالك نفس تاكل؟ لا لا ابدا، بس هيك اليوم عجت شغل ومضغوط وراسي عم يجعني. وين قايم؟ بدي اقوم نام، تعبان كثير. لسه الساعة ما صارت 9. معلش حبيبتي، عمل لك راسي عم يجعني. حبيبي ما بدك تقلي مبروك؟ على شو؟ سامر، واخيرا الله رح يحقق لنا حلمنا. حلم شو؟ شو أكتر شغلة بنحلم فيها من سنين؟ ما بعرف. هلأ بلا خلاص يا سامر، حذر شو؟ ياسمين، مشان الله أنا تعبان، بلا هلأ الحزازير والفوازير. أنا حامل. شو؟ إيه؟ أنا حامل. ياسمين أنت شو عم تحكي؟ إيه؟ وأخيراً رح يصير عنا بيبي. وشلون لصار؟ إرادة رب العالمين. ياسمين، أنت عن جد حامل؟ إيه طبعاً، لكن كل هالتعب التعبان طبعاً مثلك عشاء ومثلك جو رومانسي، مشان شو؟ مشان زفلك أحلى خبر ممكن تسمعه بحياتك. يا الله يا الله، ما أحلى الخبر يا الله. لسه بدك تنام؟ لك أنو نام؟ لك أنا التعب والنوم طار من عيوني على هالخبر. معناها خلينا نقعد نتعشى ونروق. وبصحتك. صحتك يا عمري. سأل عنك ياسر. مين ياسر؟ صحة حبيبي. شو مين ياسر؟ ياسر رفيقك. ايمتى؟ من شي كم ساعة سأل عنك بالمكتب، ما لقاك فاتصل لهون. اي مو مشكلة، انا بحكي بعدين. طيب هلا بس يجي البيبي شو رح نسميه؟ مو لنعرف اذا كان صبي ولا بنت، وانتي بعدين اختاري الاسم اللي بدك اياه يا عمري. وبس يجي البيبي بدي اعمل حفلة كتير كبيرة اعزم عليها كل رفقاتنا. ليش لا؟ انتي بتأمري امر. شو؟ وين رايحة؟ على بيت اهلي. اوف، بدك تخبريه؟ رح خبرون. انت ما يكن لك فكرة، لا تهكل هم. ده حريشك ما هواك. ما انا قوية ولا بطيخ، بس طاقتني مللتني، ما عاد قدرت اتحملت. طيب طالما رح تساويها تزعلي وتساويها، احكي لهم كمان القصة كلها. رح احكي لهم، رح احكي لهم كل شيء من الالف الى الياء. ارتحت؟ بس لحظة، هيك ما بيصير. انت بتعرفي انك صرتي يعني في واحد تاني اشتراكي، مشان هيك نحن لازم نلاقي هيك حجة مشرفة لحتى تطلعي من هذا البيت اللي حواكي كل الوقت. شو؟ بلاقي لسه الحلوين هون؟ ايه هلا بس يخلصوا لعب رح ابعتهم مع الشوفير. اختك مو قدراني تيجي تاخذهم. ليه شو بها؟ شو عرفني؟ اللي فيني مكفيني. وست الكل شو بها؟ يعني في بعض الشغلات شغلتني شوي. ماما ريحي لي حالك شوي، يعني دائما حاطة على كتافك هموم ومسؤوليات. يا حبيبي هذا مثل الشغل، وانا بلاقي حالي فيه مستعدة اترك كل شيء، بس هيك شغل ما فيني اتركه. طيب وبابا؟ شو بابا؟ ما شاء الله عليه، يا دوب يمشي شغله بالشركة. يعني قصدي ما بدك تلتفتي له شوي؟ يعني ما بدك تعطيه جزء من اهتمامك؟ بعد هالعمر بده رعاية واهتمام؟ نحن كبرنا على هالشغلات، وكل واحد منا صار له حياته، هو بشركته ومشاريعه، وأنا باجتماعاتي واستقبالاتي. طيب وأنا؟ انتي تقبريني. انتي شبك يا حبيبي؟ ما بدك تفرحي فيي بقى؟ بلا تقبريني بدي افرح فيكي. خلص بدي فضي حالي خصوصي لحتى لاقي لك البنت المناسبه.
وإذا قلت لك إني لقيت بنت الحلال أنا. مين قصدك؟ اوعك تقلي البنت الشرشوحة الفقيرة لمعدتي اللي بتشتغل سكرتيرة بشركة أبوك. ماما الله يوفقك لا تحكي هيك على نسرين أبدا. ماما الله يخليك لا تعصبني. ها لا تعصبني ماما. بس أنا تركني تركني يا قوم يا غير ستيرة. شو حبيبي؟ صباح الخير يا حبيبي. مالك مشتاق لي؟ تعبان كثير. صباح الخير. وانت بخير؟ احتجت الملاك الطاهر. جد حازم حكيت مع أمك ووافقت؟ ايه طبعا وافقت. يعني معقول ماما ترفض لي طلب؟ يا الله يا الله شوف رحت. ايه بس بس شو؟ بس يعني هلأ هي حاليا مو فاضية، بس تفضى بتفتح الموضوع مع بابا. ايه مو مشكلة، المهم اني عرفت وما اعترضت. ليش لحتى تعترض؟ يعني بعدين امي ما بيهمها غير سعادتي. كنت خايفة ترفض. لو رفضت انا بدي اتزوجك حتى لو وقفت بوش كل العالم. ايه الحمد لله انه وافقت مشان ما تعمل لي فيها ابو العناتر. لك مستقلة فيي يا بنات. لك تقبر قلبي الله يخلي لي اياك يا رب. حبيبتي ليش نايمي هون؟ لا إله إلا الله، هيك بتكسر جسمك. قومي قومي نشرب قهوة يلا. قومي لك شو صاير؟ ما بعرف ليش بدي أحكي. لا تحكي شي ابنه، خلص انسي. كيف بدي انسى؟ حبيبتي الإنسان بيغلط. شو صار يعني؟ يلا هون يلا ياسر. أنت أنت ليش عم تعمل معي هيك؟ لك لأني بحبك. مو صح. أنا لو ما كنت بحبك ما كنت بتحمل شي بنوب. هذا غير أنه أنا يعني بعد للعشرة قبل أي تصرف مشان ما أخسر، لأنه أنا ما بحب أخسر. خير. صباح النور استاذ. شو ما شربتوا القهوة لسا؟ لا لسا. لا ما بيجوز الحكي. كيفك ابو سمرة؟ كيف الشغل؟ مو هداك، هذا تبع الشركة. كيف؟ ان شاء الله تمام. ليك انت محسوب علي هون الله يرضى عليك، ما بدي اي تقصير. اخي اللي فات ما تخلصنا، شو بك؟ صحيح من حق. كيف مدام ياسمين؟ ان شاء الله بخير. امان يسلم لي عليها كثير. ايه؟ سلام. استاذ ياسر؟ ايوه. ما بدك تشرب معنا قهوه؟ لا خلي الاستاذ سامر هو يشرب القهوه، لانه الظاهر انه امبارح بالليل ما نام منيح وبده شيء هيك يخليه مصحصح. لموشي باركي لي حبيبي باركي لي، انا كثير مبسوطه. انا حامل. ألف مبروك حبيبتي. ما بتتخيلي سامر قديش انبسط لما سمع الخبر. قضيناها كل الليل عم نفكر شو بدنا نسمي البيبي. عم قال لي بدي سميه على اسم البابا. قلت له لا.
بدنا نسميه اسم حديث وهيك قضيناها كركره للصبح. ولك نفس تضحك وتتكركر يا سامر بعد كل اللي صار لي بسببك. لما وين صرتي؟ من ايمتى انت بتدخني؟ من هلا. عندك مشكله؟ لا انا اسفه بس استغربت شوي. اول مره بشوف عصبيه هيك. الناس اللي ظروفها ابصر شو صاير معها لحتى صاير عصبيه ونزقل هالدرجه. خلص شو بدك فيها اصلا؟ انت بالاساس ليش تروحي لعندها؟ شلون ليش لروح لعندها؟ رفيقتي سامر. بقصد انه انت حامل يعني بناها طلعوا الفوته هلا. ايه حبيت بشري اني حامل. شو نسيت قديش تعبت معي وهي رايحه من دكتور لدكتور لحتى عرفت انه السبب مني؟ شو؟ لبين ما عرفتي انه السبب مني مو منك؟ انا ما قصدت شيء بس حبيت خبر لما انه انا حامل وبشرها. ولا بس يكون عندنا شيء سيء بنركض وبنخبرهم، وقت بنكون فرحانين بشيء لازم ما نخبرهم. بعدين انا وانت من امتى بنحكي مع بعض بهي الطريقه؟ من يوم يومنا بنعرف انه نحن ما بنجيب اولاد ورضيانين بكتبه الله وباللي كتبه رب العالمين. لا بعمري عيرتك ولا بعمري قلت لك انه انت السبب. معلش حبيبتي انا بعتذر، يمكن وجع راسي ما عم يخليني اعرف احكي. واذا اجتنا بنت شو رح نسميها؟ رح نسميها نسرين على اسم حبيبة قلبي. يا الله يا حازم، مو مصدق امتى تيجي تخطبني هيك قدام العالم كله. يعني الاستاذ ياسر كل ما بيسالني بستحي منه. وليش لا تستحي؟ يعني بخاف يفكر انه نحن عم نتسلى. نحن بنعرف بعض من سنتين يعني وما صار شيء رسمي لهلا. نسرين كل شيء بوقته حلو، وانت لازم ما تخلي حدا ياثر عليكي. وبعدين اذا صهر ياسر عم يضايقك بحكي او تلميحاته انا هلا بروح بحكي معه. لا 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 اعوذ بالله، بس القصه انه صرت اخجل بالشركه لانه الكل صار بيعرف بعلاقتنا. علاقتنا رح تنتهي بالزواج، وبكره رح نقلع عيون كل العالم. بكره بتشوفي. انا لازم انكري اللي صار. ياسر طول عمره مثل الخاتم باصبعتي. ما راح خليه يمسكني من ايدي وتوجعني ابدا. ما حذرت يا ياسر، مو لما وبتشوف. لك حياتي ماني مصدق امتى اشوفك اقعد معك. اها. على فكره هي اسمها حقاره. لا ياسر بالمكتب. بس الشيء اللي سويتي انت شو اسمه؟ يعني فينا نلتقى شي ساعتين زمان بس انت مو من حقك تراقبني. خلص مو من حقك تسجل مكالماتي. لك قلت لحالي هيك بيكون يعني بين ايدي شويه اثباتات بسيطه. شايفي هدول؟ في قدهم كمان تسجيلات الشريط، كلهم هدول انتي كنتي مستخدمتيهم لما بكون ماني بالبيت او بكون غاطت بسابع نومي. بس ولا يهمك، انا هدول مستعد احرقهم وكبهم بالزباله. المهم انتي ما ينهز بدنك وتضلي رضياني. انت بتعرف انه كنت عم خونك وساكت؟ قلت يعني بلكي بتعقلي وبترجعي لبيتك وولادك ولجوزك اللي بيموت عليكي. بتعرف انك واحد واطي وندل وما فيك ذرة شرف. اصبح انت شو؟ انا بدي اتطلق. طلقني. وبعدين يا حازم بدك تضل تأجل تأجل حتى البنت تضيع من إيدك؟ مالي غير أحكي مع بابا.
وهو بيحكي مع ماما وبيقنعها. لك لما شو عم تقولي؟ كيف يعني عم يراقبنا من زمان؟ ومسجل اتصالاتنا؟ هاد اللي صار. مشان هيك قلت لك تطلع النت لحتى نحكي. طلع التليفون ثابت كمان مركب له مسجلة، مسجل كل المكالمات. صحيح وانا مرتك؟ مرتي عم تتحمم. إيه لا تصدقي كل هذا الحكي. هذا ياسر عم يلعب فينا. ايه انت بتعرفي قديش بيحب الاكشن واللعب الاعصاب. لا انت ما بتفهم علي، الشرايط اللي عليها صوتي وصوتك عم نحكي مع بعض على التليفون كلها صارت عندي. يخرب بيته، شلون دريب اللي بيننا؟ شلون؟ والله ما بعرف يا سامر، رح اجن. كل الوقت كان كتير طبيعي، ولا مرة حسسني انه متغير معي هالقد لوقت. يا ستي مثل ما عم تحكي، هذا كان شاكك فينا من زمان، كان ناطر اللحظة لحتى يمسكنا مسك اليد. نحن لازم كنا نعمل حسابنا. ايه كان صحيح. الله يسمعنا الأخبار الطيبة. قال ياسمين حامل. شفتي؟ شفتي ما أحلى الخبرية؟ أخيرا رب العالمين استجاب لدعائي. ليش يلي مثلك الله بيتقبل له دعاء؟ شو هالحكي اللي بلا طعمة؟ لأنك مو شايف شلون تاركني لحالي ومورطني بقلب هالورطة وأنت ومرتك عم. لما إذا بتريدي بلا هالحكي، ياسمين بتضل مرتي وحلالي. لا شو صاير تحكي بالحلال والحرام؟ والله لما لو سمحتي، أنت هلأ لازم توقفي معي مو ضدي لحتى نعرف شو بدنا نخلص من هالورطة. لولو. ألو لما. شو يا قطة؟ الظاهر أحاديث القمة بينك وبين أبو سمرة عم تصير على مستوى هي وسائل الاتصال الحديثة ما شاء الله. ما وين رايحة؟ ترك لي إيدي. وين رايحة؟ ترك إيدي، عم توجعني. لا اسمعي لقلك، شو رأيك إنه نروح هيك على مكان رومانسي نتغدى فيه سوا هيك تعبيرا عن مشاعرك الجياشة؟ شكرا ما بدي. دايمة. لا بدك 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 تروحي. هلا شو بتعملي؟ بتلبسي الفستان الاحمر اللي جبت لك اياه من ايطاليا؟ هذا لما بتلبسيه انت هيك بتبيني انسانه محترمه. انا محترمه غصب عنك. مزبوط ليكي، وهذا هو الدليل كمان. مين هاي نسرين؟ بابا نسرين سكرتيرة ياسر. وإمتى كنا نحب ونعشق سكرتيرات؟ بابا بس نسرين بنت كتير ظريفة ورقيقة، وأنا وياها منحب بعض وما فيني أعيش بدونها. أمك موافقة؟ لا مالها موافقة. طالما أمك مو موافقة معناتها صروف نظر. بابا بس أنا هي البنت بحبها وبدي إياها ووعدها إنه نتزوج. عم تقول أمك مو موافقة؟ إذا وافقت أنت بتوافق هي. مو المهم أنا وافق أو أرفض، مهم أمك. بابا الله يوفقك حاول، أنا هي البنت ما فيني أعيش بدونها. ماشي الحال، أنا رح أحاول أقنعها، إذا ما اقتنعت بدك تقبل بالأمر الواقع. قوم على شغلك، قوم، قوم ما لفضي لك. تفضلي تفضلي يا روحي. افتحيها. ما في داعي. يا ربي شو لازم اعمل لحتى ترجعي تحبيني مثل اول؟ شو بالهدايا الثقيله ولا بالكلام الحلو ولا بالهمس واللمس؟ من حقها شو كان يقول لك هذا الشيء لحتى هيك سرق لك حالك؟ شوفي من 13 سنة
كنا قاعدين أنا وياك على نفس الطاولة أول ما تعرفنا على بعض، تذكري وتذكري هذا الشيء منيح. شوفي هلأ كل شيء صار لازم تنسي، اعتبريها غلطة وخلص، ما عاد تنعاد. والله طالما أنت هيك وما رح تتغير، أنا ما بعرف شو ممكن يطلع معي. فاجأتيني أم اللول، والله فاجأتيني. يعني توقعت بهالشي اللي صار، الشي اللي شفته أنا هيك تحطي راسك بالأرض من خجلك، فالظاهر بالعكس، يعني كبر راسك أكتر. ياسر روح، ممكن أسألك سؤال بتجاوبني عليه؟ أنت ليش ما خلصت القصة من الأول؟ يعني من أول ما ليش ما قتلتني وريحتني مثلا؟ مشان البنات، بناتنا، يعني هدول بدهم عناية وتربية، واحد يهتم فيهم، وما بدي اياهم بالمستقبل يعني يحسوا بالخجل لأنه أمهم انقتلت لسبب أنه هي وين المسكت بغرفة أبوهم. أنا بدي أتطلق. إيه كلي أملول، كلي صحنك لأنه برد. رايحة الحمام. هو فتح الموضوع معك؟ وطلب مني حاكيكي وأقنعك. طيب حبيبي، بتحكي مع ابنك وبتفهمه إنه هيك ناس مو من مستوانا، وإنه أنا ابني وحيدي اللي مالي غيره، مالي مستعدة جوزه بنت من هالمستوى. بس الفقر مو عيب يا دلال، ولا تنسي إنه نحن بدينا من الصفر. مو مهم كيف بدينا، المهم وين وصلنا. أنا اللي شايفه إنه ابنك بيحب البنت كتير، وخايف إذا وقفنا بوشه يعاندنا ويتجوزها غصب عننا. لا تخاف، ما بيعملها يا ستي، بيعملها وبيعمل أبوها كمان. هذا الجيل بيخوف، خصوصا إنه البنت عجبته كتير. أنت ترك هالقصة علي وأنا بعرف كيف حلها. شو رح تعملي؟ داويها بالتي كانت هي الداء. يعني أنا بفكر وبخطط وبعدين بخبرك. الله يعطينا خير تخطيطاتك وتفكيرك يا دلال خانوم. حازم، أنت عن جد بتحبني؟ لك أنا مو بس بحبك، أنا بعشقك وبموت على الأرض اللي بتمشي عليها. امبارح كنت قاعدة أنا وماما وعم نحكي وحكيت لها عنك. عني؟ إيه، يعني مو انت بدك تصير سهرة المستقبلي؟ احنا مو اتفقنا ما نحكي بالموضوع لحتى. حازم، ماما مشتلة على فوتاتي وطلعاتي، واذا شايفة وساكتة بس لانه قلت لها انك جاي تخطبني. حبيبتي طبعا رح اجي واخطبك، بس يعني هاي القصة ما بتصير بين يوم وليلة. يوم وليلة؟ صرنا 3 سنين بنعرف بعض وكل العالم عرفت بقصتنا، وانت قلت لي انه خبرتها لامك وبس تبدا بتجي بتخطبني. يعني قد ما انشغلت اكيد رح تفضى، وبتجي بتزورنا وتطلبني ونتزوج مثل اي اثنين بحبوا بعض. ما بعرف، بس أنا حاسس إنه. حاسس بشو؟ ولا شي ولا شي. حازم، حازم أنت مخبي عني شي؟ شو بدي خبي عليك يعني؟ بس أنا ما بحب حدا يحاصرني. وهذا الحدا أنا؟ نسرين، أنا بحب وقت بدي أعمل شي ما حدا يدرى فيه، وبعدين يعرفوا كل العالم بس نخلص. طب خلص خلص، اعتبر إنه ما قلت لها لأمي. يعني ماما شو بدها بالنهاية غير تشوفني سعيدة ومبسوطة مع الشخص اللي بدي اختاره شريك؟ هيك ها، داري على شمعتك لتنور. رح داري. ومين قال لك انه بدنا نعمل عيد ميلاد السنة للبنات؟ ونحن كل سنة بنعمل عيد ميلاد، شو صار يعني؟ هلا مو وقتها. شو؟ خايفة تطلعي بعيون العالم؟ لا تخافي حبيبتي، ما حدا دريان بنوب، فمشان هيك يعني ما في داعي تعقدي لي حالك. معناها بلال هالعيد الميلاد. لك هي فرصة لحتى نلتقى، والله اشتقنا لجماعتهم، شو بكي؟
ياسر، أنا لا بدي أعمل حفلات ولا أجي عبالي شوف حدا. أم تفهم علي؟ خير، ليش في شي مضايقك؟ يعني لا سمح الله. استغفر الله العظيم. ليكي أنا رح ريحك من كتير شغلات. أنا بهمني إنه تكوني هيك موجودة معنا هيك بطلتك البهية، وكل شغلات العيد ميلاد أنا بتكفل فيها. طيب كتير منيح، معناها ما بنعزم حدا. إيه لا 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 لا، بس أنتي وأنا والولاد، وبنعزم أهلك ورفيقي ومرته. مين رفيقك؟ حبنا المشترك. والله قلت بجوز تكوني اشتقتي له، فقلت خليني سايب مناسبة ونستفيد منها، وهيك تلتقوا اثنيناتكم مثل هيك عصافير الحب الصافي. الدنيا ما عادت مضمونة، الصديق عم يخون صديقه من دون ما ترفله عين. وين؟ مسكت بغرفة أبوهن. أنا هلأ بحضر جريمة شرف من النوع الممتاز، وبيحقق لي كل شيء بالقانون وبالشرف وبالعرف. هدي أعصابك ولا تغلط بنوب، أنت صديقي وأنا حابب أنصحك ونورك، يعني لازم تفهم وين أنت بهيك وضع. أنت لازم تموتي. بعد عني سكت عني هدي. أنا لما لما يلي تركت بيتها وجوزها وبناتها ولحقتها. دكتور مشان الله، مشان الله دكتور، أنا مرتي حامل وبتقلي هلأ أنه أنا ما بجيب أولاد؟ كيف؟ لك أنا بقتلها وبقتل الشريف وبقتل الدنيا كلها وما بخليك تكون إلا إلي، عم تفهم؟ أبو حازم لا تنسي، لأنه هو الوحيد اللي رح ياخذ لك بدارك من حازم ومن أمه لحازم كمان. حاولت أقنع حالي إني بحبه لجوزي كمان ما زبطت معي، وهيك صرت تخون. ولك يا حقير، لبنك عين تحاسبيني على شيء سابقتيني عليه من امتى؟ ولك من امتى؟ من امتى؟ هلا لا تهبل علي، هلا بدي اعرف رحت البرفان من السواي منين اجت على القميص. هي ضلت وراي، ضلت وراي لحتى خلتني. شريف! الشي اللي صار، الشي اللي شفته أنا هيك تحط راسك بالأرض من خجلك، فالظاهر بالعكس يعني كبر راسك أكتر. والله فاجأتيني.